السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باراجراف النهارده هنتكلم عن موضوع مادتك المفضلة your favorite subject. نبدأ بالباراجراف بتاعنا. قبل ما نبدأ بالباراجراف عاوزين نترجم العنوان favorite يعني مفضل، subject يعني مادة دراسية، your favorite subject يعني مادتك الدراسية المفضلة. I study in a preparatory school. أنا أدرس في المدرسة الإعدادية. بدأنا الباراجراف بتاعنا بجملة وبنقول أنا أدرس في المدرسة الإعدادية. I يعني أنا، study أدرس، in في preparatory يعني الإعدادي، school يعني مدرسة، preparatory school مع بعضها يعني المدرسة الإعدادية. My favorite subject is، مادتي المفضلة هي English، هي اللغة الإنجليزية. يبقى بقول هنا ان مادتي المفضلة هي مادة اللغة الإنجليزية. favorite قلنا يعني مفضل، subject يعني مادة دراسية، English هي اللغة الإنجليزية. I think that English، انا اعتقد ان اللغة الإنجليزية، is easy to understand، هي سهلة الفهم. يبقى بقول هنا انا اعتقد ان اللغة الإنجليزية سهلة في الفهم. I يعني انا، think أعتقد أو أفكر، English قلنا اللغة الإنجليزية، easy يعني سهل، understand يعني الفهم، easy to understand يعني سهلة الفهم. My English teacher، مدرس اللغة الإنجليزية الخاص بي، is very helpful، هو شخص مساعد جدا. يبقى بقول هنا أن مدرس اللغة الإنجليزية الخاص بي شخص مساعد جدا. قلنا English يعني لغة الإنجليزية، teacher يعني مدرس أو معلم، English teacher يعني مدرس اللغة الإنجليزية. very لما أجي أصف حاجة أقول جدا، very معناها جدا. helpful يعني مساعد، جاية من الفعل help، help يساعد، helpful مساعد. he helps me، هو يساعدني، and encourages me، ويشجعني، a lot، كثيرا. يبقى بصف مدرس اللغة الإنجليزية الخاص بي وبقول إن هو بيساعدني ويشجعني كثيرا. he معناها هو، بتعود على my English teacher، مدرس اللغة الإنجليزية. يبقى بدل ما أقول كل شوية my English teacher بقول he معناها هو. help يساعد، encourage يشجع، me بتعود عليا بيساعدني أنا، يشجعني أنا، a lot معناها كثيرا. I love English lessons. أنا أحب حصص اللغة الإنجليزية. Especially when the teacher tells a story. خاصة عندما يحكي المدرس قصة. يبقى بقول هنا إيه؟ بقول أنني أحب حصص اللغة الإنجليزية وخاصة عندما يحكي المدرس قصة. I يعني أنا، love أحب، English قلنا يعني اللغة الإنجليزية، lessons معناها دروس أو حصص، especially يعني خاصة، when عندما teacher المعلم tells يحكي أو يخبر، a story يعني قصة. My favorite story is، قصتي المفضلة هي، the golden egg، قصة البيضة الذهبية. يبقى بقول هنا أن قصتي المفضلة هي قصة البيضة الذهبية. favorite يعني مفضل، story يعني قصة، golden egg هو اسم القصة، golden يعني ذهبي، egg يعني بيضة. طبعا الجملة دي مش لازم نكتبها في الباراجراف، مش شرط نتقيد بالمكتوب. some of my friends، بعض من أصدقائي، don't like English، لا يحبون اللغة الإنجليزية. بقول هنا إيه؟ بقول أنه بعض من أصدقائي لا يحبون اللغة الإنجليزية. some يعني البعض، friends الأصدقاء، my friends أصدقائي أنا، don't لما أجي أنفي يختصر لكلمة do not، do not. like يعني يحب، English قلنا اللغة الإنجليزية. each one of us، كل واحد منا، has his favorite subject، لديه مادته المفضلة. يبقى بصف نفسي أنا وأصحابي وبقول إن كل واحد منا لديه مادته المفضلة. each one يعني كل واحد، of us يعني منا، has يعني يملك أو لديه، favorite قلنا مفضل، subject يعني مادة،
favorite subject المادة المفضلة. My dream is حلمي هو to be an English teacher أن أصبح معلم لغة إنجليزية. يبقى بقول هنا أن حلمي هو أن أصبح معلم لغة إنجليزية. dream يعني حلم. my dream يعني حلمي أنا. be يعني يصبح، كلمة be معناها أصبح. English قلنا اللغة الإنجليزية، teacher يعني معلم، English teacher يعني معلم لغة إنجليزية. This is my favorite subject، هذه هي مادتي المفضلة. أن هنا الباراجراف بتاعنا بجملة وبنقول هذه هي مادتي المفضلة. This is معناها هذه هي، بتعود على the English subject. تمام؟ favorite يعني مفضل، subject يعني مادة. favorite subject يعني مادة مفضلة. يلا بينا نقرأ الباراجراف بتاعنا بسرعة من غير ترجمة عشان نحسن من مهارة الاستماع والقراءة لدينا في اللغة الإنجليزية. I study in a preparatory school. My favorite subject is English. I think that English is easy to understand. My English teacher is very helpful. He helps me and encourages me a lot. I love English lessons, especially when the teacher tells a story. My favorite story is The Golden Egg. Some of my friends do not like English. Each one of us has his favorite subject. My dream is to be an English teacher. This is my favorite subject. بس كده انتهى الباراجراف بتاعنا عن موضوع مادتك المفضلة. Your favorite subject. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.